عرض 180 رساما في عمان اليوم أكثر من 400 لوحة فنية تجسد حب الوطن، وجاء ذلك خلال المعرض الوطني الأردني الأول الذي يهدف لإبراز المواهب الأردنية غير المعروفة والمدعومة وإتاحة الفرصة أمامها نحو التطور والتميز. الحاجات اللي بتلاقيها هذا المعرض اللي هو اللي احنا بنقدر نعطي حافز جديد للشباب اللي ما عمره شارك بهيك معارض وطنيه، يكون عنده نشجعه نقوي موهبته ننمي المواهب الثانيه كمان. يعني احنا مشاركين معنا 180 رسام، والحمد لله نعرض تقريبا من 400 ل 450 لوحه فنيه معبره عن الانتماء والولاء للوطن وقائد الوطن. حبينا نظهر هذه الطاقات لهي الشباب بغض النظر، نعم صح، يعني ما في دعم او شيء لهي الشباب، بس انما يعني حاولنا نقدر قد يعني كل استطاعتنا وجهدنا لاظهارهم بافضل صوره. فاحنا الحمد لله ويعني كان معرض موفق، امور كانت ميسره.